عادة في المناظرات الكبرى تجد أن المتناظرين لهما جماهير مؤيدة تقف مؤيدة لممثلها. ففي المناظرة التاريخية التي خلدها القرآن التي كانت بين سيدنا إبراهيم وبين النمرود، رأينا بأن إبراهيم قال، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فما يراه المؤيدون حجة من هذا الفريق لا يراها الخصوم. فهنا جاء النمرود فقال أنا أحيي وأميت، ظنا منه أو إيهاما منه لمن حوله من المؤيدين بأنه يستطيع ذلكم، أن ذلكم ما قصده إبراهيم، فجاء برجلين فأمر بقتل هذا والعفو عن هذا، فأوهم من حوله بأنه هو هنا الآن يحيي ويميت. وطبعا إن المؤمنين وعلى رأسهم سيدنا إبراهيم لم يرى ذلكم جوابا ولا استجابة للتحدي، بل أراد كسبا للوقت ودفعا لتضييعه، أراد أن يدخل في حجة أخرى حتى يوقف الجدال العقيم، حتى لا يقول له إنه ليس هذا هو الإحياء الذي أردت، ولكنه جاء بحجة أخرى انقطع بها النمرود فلم يحر جوابا، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن المؤيدين من المؤمنين وهم قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعلمون أن إبراهيم قد أقام الحجة على النمرود، لكن أمر الإحياء والإماتة هل هو هذا الذي أراده إبراهيم وقصده؟ هل هذا يعني هل فعلا كان الآخرون يعني هل تمت فرحة الآخرين بأن النمرود قد أحيا وأمات، بأن قتل هذا وعفى عن هذا؟ ليس هذا هو الإحياء الذي أراده إبراهيم. فلذلك الله عز وجل لم يترك الأمر يمر، بل أراد، مع أن القصة قديمة في عهد سيدنا إبراهيم، لكن القرآن أراد أن يخلد أمر الإحياء والإماتة المقصود من كلام سيدنا إبراهيم، فانطلق إلى مشهد أو إلى مشاهد فيها تنويعات لأمر الإحياء والإماتة التي أرادها إبراهيم. فبدأ الجولة بقوله تعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. انظروا كيف أحيى الله القائل بعد موته، بعد أن أماته 100 عام، انظروا كيف كسى الله العظام لحما، انظروا كيف لم تؤثر السنون في الطعام والشراب. كل ذلك من تنويعات أمر الإحياء والإماتة التي لا يستطيعها إلا رب العالمين. تلكم البداية، بداية الحديث عن أمر الإحياء والإماتة التي قصدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق إلى مشهد آخر، وهو الحوار الذي جرى بين سيدنا إبراهيم وبين ربه، إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا على الشاكين المتحدثين عن شك إبراهيم، أو عن الذين يتحدثون عن شك إبراهيم، ينبغي عليهم أن يتوقفوا، لأن إبراهيم هو في حوار مع ربه، فكيف لا يؤمن
بأحد هو أصلا يتحدث إليه ويكلمه ويرجوه أن يظهر له سرا من أسرار إحيائه وإماتته. كان في حوار مع ربي، لم يشك أبدا، هذا أمر غير حاضر تماما بتاتا قطعا، لكنه أراد أن يرى أمر الإحياء والإماتة بعد أن قال له أنا أحيي وأميت. يريد أن يتعرف على جزء من هذه الأسرار، يلتمس من ربه ويدعوه ويرجوه أن يظهر له شيئا من ذلك. فقال له فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. لم يقل يأتينك طائرين لكي لا يظن أنها طيور أخرى، بل إنها تلك الطيور أو تلك الطيور التي جعلت أجزاءها على رؤوس الجبال هي التي جاءتك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مشهد آخر من الإحياء، هل هذا هو الذي فعله النمرود؟ كلا والله، هل توقف الأمر عند هذا؟ بل الله أخذنا في مشهد آخر وجولة أخرى. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ذلكم الفلاح الذي يضع الحبة ثم ينبتها الله عز وجل سنابل. إنه أمر من الإحياء غاية، إنه أمر من إنه تنويع ونوع آخر وتفنن في أمر الإحياء التي لا يستطيعها إلا رب العالمين. لا إله إلا هو.